لعلك مستمعتم اليوم بوفاة رئيس بلدية، العثور على جثة رئيس بلدية عين بابوش متفحمة داخل مكتبه رحمه الله. قال لك مصالح الأمن فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع صبيحة اليوم. رئيس بلدية عين بابوش في أم البواقي لقاوه محروق متفحم. غريبة غريبة أن يلقاوه رأي متفحم، يعني احنا عارفين أن الناس مرات يحرقوا نفوسهم أو تصرى لهم، لكن في البعيد ويكون أمام الناس ويكون، لكن هذا لقاوه. وشوفوا وش يقول صاحبه اللي كان معه، اسمعوا مليح باش تعرفوا من هو من ومن هو ما وراء هذه العملية. دزوا معاهم دزوا معاهم القائمة تعدي، واللي ما يعجبوش دير الطعن. واستنى انت الطعن، وراك عارف الطعن تاع الإدارة الجزائرية. رانا في دولة دزوا معاهم، يعني لخصها هذا الرجل شجاع خرجها وشهد. الحمد لله انه جاء واحد وشهد على ما حدث، على موت صاحبهم. يبدو إذن أن رئيس البلدية هذا كان إنسانا شريفا، أو على الأقل كان إنسانا يريد أن يكون عادلا في توزيع السكنات. قال له إذا لكم سمعتوا الوالي، قال له هذه القائمة طبق ولا ندخلك الحبس يا سيدي. نستقيل؟ لا لا ما تستقيلش، ندخلك للحبس. أرباب الوالي ربيب صغير، لأنه وش هو وش يخوفه؟ يخوفه فقط يخوفوه أصحاب لينيفورم، هذا مكان اللي يخاف منهم الوالي. ما يخاف لا ربي في السماء والأرض ولا من الناس ولا من الشعب ولا من البلدية ولا من لا لا لا، يخاف فقط من أصحاب لينيفورم، أصحاب البدلة العسكرية، لأن هذوك هما الذين يعزونه ويذلونه أو يذلونه. عندهم الآن عندهم واحد الصلاحيات الإلهية، فهم يعزون من يشاء ويذلون من يشاء، يعزون من يشاء ويذلون من يشاء، وهم هكذا. ما كاش قانون، ها هي الدولة المدنية. يا فلان يا من أصبحت عند جريدة نزار، دولة المدنية هذا ما يصراش فيها، لأن الوالي يا إما منتخب من طرف الشعب يا إما الشعب يراقبه، ولما تصرى حاجة كيما هاك الشعب كله يخرج. والوالي لا يجرؤ في دولة مدنية حقيقية، لا يجرؤ أن يقول رئيس البلدية ندخلك الحبس. المنتخب يدخلوا المعين للحبس، البلاد تمشي على راسها، اللي المفروض ينتخبوا الشعب هو اللي يتحكم في الوالي مش العكس، لأن الشعب هو الأصل مش النظام الحكم. لكن احنا كلش مقلوب على راسه، ولذلك بعض الرؤساء البلدية مساكين وهم قلة، واللي ما يدخلش مع هاد العصابات يسجنوه. كان رؤساء بلدية سجنوهم ظلم. ها هو لأنهم رفض، رئيس البلدية رفض أن تعطى سكنات لمن لا يستحقها، وقال لهم تعطى للزوالي، قالوا تنفذ وتطبق ولا ندخلك للحبس، ودزوا معاهم. فمناش عارفين إذا الوالي، إذا رئيس البلدية انتحر غيظا
وقهرا أو هما نحروه بطبيعة الحال، أنه تحدى الوالي، والوالي راه يمثل البوليس، البوليس السياسي والعسكري. وإن كانت فهذه مسؤولية هذا الوالي المجرم واضحة، والوالي المجرم مرتبط بنظام الحكم القائم، نظام عبلة. أصبحنا في دولة عبلة. وعلى ذكر دولة عبلة، مرات بعض الناس يكون هكذا نقاش يجي فيها الحديث على أخونا أمير، قلت لهم شوفوا، لو أن أخونا أمير تزاد لم يجد إلا هذا الوصف المعبر واللي فهمه الشعب الجزائري جيدا، وهو وصف عبلة لوصف البندية الفوايو المافيا سراق القتلة اللي مسمين روحهم عنتر، مركز عنتر للتعذيب الشديد، هما عنتر كانوا يتنفخوا على الشعب، لأن عنتر عند العرب اللي يعرفوا القصة تاعو، الجزائريين وغير الجزائريين، عنتر هو الشهامة، هو النخوة، هو الكرامة، كان عبد بصح كان شجاع، وقال له باباه أرواح تحارب، قال له العبد ما يعرفش يحارب، قال له كر وأنت حر، حارب وراك حر، فرض عنتر حريته بيده، والشعب الجزائري اليوم أيضا راه هو عنتر يفرض حريته أمام هذه العصابات. لكن أخونا أمير وجد لهم اسم عبلة، اللي الآن عنده مشتقات عبلوش، عبلاوي، عبلي إلى آخره. هذا الوصف أضعفهم بشدة، أضعفهم بشدة. بل نفتح قوس قبل أن نكمل، مع احترامي الشديد لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في الجزائر وخارج الجزائر اللي سماوا عبلة، لأن هذا اسم جميل. ومن هنا أحيي واحدة من هؤلاء، عبلة قماري، حرة من أحرار الصحراء، حرة من أحرار توغرت، مقاومة رغم الضغوطات ورغم الشدائد ورغم كل شيء، ثبتت ولا زالت ثابتة. فحياك الله يا عبلة قماري، وحيا الله كل عبلة تحمل الحرية وتحمل الكرامة وتحمل النزاهة وتحمل الأخلاق في هذه البلاد. أما عبلة المقصودة فهي تأنيثا ليس لإهانة التأنيث، وإنما لإهانة القتلة اللي وصلوا إلى اغتصاب الرجال، المجرمين الذين ما شاهدوش ويحيى ويتلقى في سبائك الذهب ويبيعها في السوق الأسود، لكن يشاهدوا شاب هنا أو شاب هناك، رجل هنا أو امرأة هناك تطالب بالحرية. إذن فلو كان لأخونا أمير تزاد إلا هذا الوصف، لو كان قدم للحراك والجزائريين إلا هذا الوصف اللي مرغ الآن مرغهم في التراب، والاستهزاء بالطاغية وبالطغيان راه يكسروا، الاستهزاء، التمسخير، الاستهجان، الضحك عليهم كما راه يدير خونا مراد بيار أيضا اللي من هنا نوجه له تحية، يكسرهم. فتكسرت ذلك الصنم اللي كانوا مسمينه عنتر وكانوا يرعبوا به الشعب الجزائري.